السلام عليكم، كيف حالكم؟ بدنا ناخذ سؤال رقم 20. هذا السؤال بحكي لي: A ball is tossed from an upper story window of a building. هذا معناه انه كرة رمت من طابق، من اعلى طابق، لانه كلمة upper story window من اعلى طابق، تمام؟ اذا هذا من اعلى ايش؟ upper story window معناه من اعلى طابق، اعلى طابق يعني كأنه من السطح. ممتاز، ما بيهمني أنا، بس يعني عشان نرسم. Of a building, the ball is given an initial velocity. إذن سرعة ابتدائية سميتها V note تساوي كم؟ 8 متر لكل second at an angle 20 درجة. إذن 8 والانجل 20، لكن طلعوا هون شو كاتب لي؟ below. هاي الكلمة مهمة جدا، هاي خلينا نعلمها إيش بالواضح. below شو يعني below؟ معناه تحت، the horizontal. إذا ما بترميها للأعلى، رماها للأسفل، تحت ال horizontal، مقدارها 20 درجة. ممتاز. It strikes the ground 3 second later. إذا انرمت انرمت انرمت، بعدين وصلت إيش؟ بعد 3 ثواني خبطت بالأرض. هلا شو معنى هذا الحكي؟ معناه إنه بعد 3 ثواني لما وصلت الأرض، هي هون الأرض، ممتاز، كم ارتفاعها بعد 3 ثواني بيكون؟ صفر. اذا واي فاين انا من هون، لان انا شو اسلوبي دائما بدكم تقسموا لي الحركه الافقيه على اليسار والعموديه على اليمين، زي مين؟ زي القوانين اللي اتبعناهم باول ما شرحنا هذا الموضوع. حكينا بتقسموا لي حركتين، حركه افقيه وحركه ايش؟ عموديه. الحركة الأفقية أنا عارف الأكسلريشن صفر، فبالتالي فيش غير قانون واحد، X تساوي V في T. هذا القانون اللي كنا نتعلمه أيام الثانوية. الحركة العمودية في ثلاث قوانين للحركة، هم أربعة المفروض، بس أنا طالما الأكسلريشن معروف بنسى القانون الرابع، تمام؟ القانون هذا تعلمنا إنه الواي لم يذكر، اللي هو المسافة لم تذكر فيه. القانون هذا الزمن لم يذكر، القانون هذا في فانا لم يذكر. على أساس اللي لم يذكر لا بالمطلوب ولا بالمعطى بختار أنا القانون اللي أحل فيه. تعالوا نطلع الآن على إيش سؤالنا. أوكي، ماشي يا جماعة. الآن سؤالنا شو بحكي؟ عشان ما نضلناش نطلع ناخدها زي هيك. أوكي، ممتاز. الآن مباشرة، إذا باجي بحكي هون أول فرع how far، طبعا مباشرة من ال V initial وال angle رحت ضربت V initial في كوساين الثيتا وطلعت V initial X 8 كوساين ال 20 اللي هي 7.52. الآن V initial Y، تمام، ضربت V initial بساين الثيتا 2.736. بدي أحكي معلومة مهمة، إذا أخذتوا يا جماعة ال X وال Y لازم تحددوا لي وين ال X وال Y. إذا حددت هون الـ X وهون الـ Y، يعني معناه إنه هذا الـ Y صفر، معناه تحت شو حيكون الـ Y؟ نيجاتيف. لما أرميها لتحت لأنها باتجاه تحت وإحنا ماخذين الـ Acceleration باتجاه النيجاتيف، تمام؟ هذا اتجاه النيجاتيف، فإذا برضو الـ V حتكون إيش؟ قيمتها نيجاتيف لأنها رمت لتحت، إذا حتكون نيجاتيف. شفتوا من وين إجا النيجاتيف؟ لأني رميتها لتحت. خلص أنا اعتبرت إنه هون نقطة الأساس، واي شيء بنرمى لتحت بالنيجاتيف، فهي نيجاتيف. والجاذبيه طبعا 9.8، ولما نعوضها بنعوض القانون فيه نيجاتيف اصلا. الزمن 3 سكند، الواي فاينل كم؟ صفر، لانه خبطت بالارض. الان الفرع اول بحكي لي هاو فار هوريزونتالي، اذا طلب افقي، الافقي له علاقه بالهوريزونتال. انا عندي السرعه وعندي الزمن، والزمن حكيت بستخدمه هون وهون، فكتبته هون وهون، لكن السرعة الأفقية هون، السرعة العمودية هون، والجرافيتي دائما موجودة هون. شفتوا كيف حطيت المعطيات؟ وعند الزمن 3 سكند الواي فاينل كم تساوي؟ صفر، تمام. الواي اس سوري انتو هون هلا في شغلة. الواي طالما انا بدأت من الصفر، اعتبرت هذا الصفر، فبتكون الواي ايش؟ او ممكن ايش اعتبر؟ اعتبر هون الاكس والواي يا جماعة، هي هذه خدها انها هون، ففعليا هون بنروح نحكي انه الواي فاينل شو بتساوي؟ صفر، لانه اذا هذا الارتفاع هذا حيكون شو؟ واي انيشال، قيمته موجبة عادي. ممتاز، اعتبرت انا الاكس والاكسس والواي اكسس من الارض، فالواي فاينل كم حتكون؟ زيرو. ليش؟ لانه اخر ارتفاع حيصطدم بالايش؟ بالارض. كم الواي عنده؟ صفر.
إذا طلعنا كل المعطيات اللي بقدر عليها. الآن هنبدأ بأول مطلوب الـ A. How far horizontally from the base of the building does the ball strike the ground؟ بده يعرف قديش البعد الأفقي اللي سميناه الرينج إحنا، تمام، لا يخبط الأرض. طبعا X final كأنه أنا عارف شو قانون X. X فيش إلها إلا قانون واحد، X final تساوي إيش؟ Vx في الزمن، صح؟ مباشر أنا عندي Vx. طبعا إحنا عندنا Vx initial لكن هو نفسه لأنه لما بتغير السرعة الأفقية دائما ثابتة طول الوقت. فكم حتكون مقدارها؟ 7.52 مضروب في الزمن اللي هو كم؟ 3، وبطلع عندي مباشرة 22.6 متر. ممتاز. نروح على الفرع B. Find the height from which the ball was thrown. بده ال y initial. ممتاز. طيب شو القانون اللي حنستخدمه هون؟ الآن في عندي أنا أكثر من قانون. ممتاز. عندي ثلاث قوانين. باجي بتطلع. هل ال y لم تذكر؟ لا، بلا، مطلوب مني. إذا ما بستخدم هذا القانون. هل الزمن لم يذكر؟ لا، الزمن معطى. إذا ما بستخدم هذا القانون. هل ال v final لم تذكر؟ أي نعم. ما ذكر لي أي معلومة عن v final إذا بستخدم هذا القانون. y final شو بيساوي؟ y initial، صح؟ y final تساوي y initial. إذا خلينا قبل ما أحط هذا القانون أحط الفرع B وحكتبه على اليمين. ليش؟ لأنه مطلوب له علاقة بالvertical اللي هو بده y initial. الآن نكتب القانون أول شيء، زائد v initial في time minus half g t squared، صحيح؟ يلا الآن تعال نعوض. y final صفر لأنه حكينا أنا اعتمدت الـ x والـ y على الأرض، فهو انتهى عند الأرض فانتهى عند الصفر. الـ y initial له قيمة، زائد v initial في التايم، صح؟ v initial قيمته نيجاتيف 2.736 في الزمن اللي هو كم الزمن؟ 3، صح؟ ناقص half في الآن خلينا نعمل هاي كلها شوية هيك على اليسار عشان توسع. الآن half في إيش؟ في g اللي هي 9.8 في t squared اللي هو كم؟ 3/4. طبعا y initial هاي كلها بدخلها بالحاسبة هاي كاملة. لو دخلتها بالحاسبة هتطلع negative 5 تقريبا، يعني 52.3. الآن نقوله هاي على الطرف الآخر لأنها إيش؟ بالنيجاتيف. بدي أنا y initial. إذن y initial كان بتساوي 52.3 متر، وهي هتطلع y initial. لأن لحد الآن طلعنا x final شو بتساوي؟ 22.6 متر، هي بحط مربع. y initial 52.3 هذا أول ارتفاع رمى من الأرض. الآن تعال ناخد آخر إشي المطلوب C. How long does it take؟ يعني بده زمن the ball to reach a point 10 متر below the level of launching. هلا لحظة، 10 لتل تحت مستوى البداية. ممتاز. شو معنى y final بتساوي؟ هلا y initial أنا عارفها أو ممكن إيش أحكي. طيب ماشي، هلا y initial أنا عارفها اللي هي كم؟ أيها 52.3، صح؟ هاي البداية. طبعا احنا طالما بطلب عندي زمن، تمام، وما ذكر اشي عن في فاينل لسه هستخدم نفس القانون. اذا هنا خلص هاي حسكرها، فهنعتبر السي تابع على نفس هون. هستخدم ايش؟ هو طالب لما يوصل الارتفاع 10 متر وين؟ بلو هون، يعني تحت هاي ب 10 متر. طيب اذا انا نزلت 10 متر معناها كم باقي لي؟ مش الطول كامل، ارتفاع كامل 52.3. لما تنزل 10 كم بتكون وصلت؟ اذا كأنه بيحكي لي y final كم حتكون؟ y final تساوي 42.3 متر، صح؟ او الفرق بين y initial و y final 10 حيكون. فالان خلص لما اطبق هذا القانون y final، صح؟ كم y final؟ نفس هذا القانون حطبقه الآن. يلا y final كم؟ 42.3، صح؟ ناقص y initial اللي هو ايش؟ تساوي سوري y initial كم؟ اللي هو 52.3. بعدين already حكينا هاي بالماينس v initial اللي هو 2.736 في تي
صح minus half في 9.8 في إيش في t squared صح. الآن طيب هذه المعادلة كيف نحلها؟ أنا بحكي طالما معامل t سالب t squared سالب أنقل كل إشي على الجهة اليسرى أفضل، أنا بحبه دائما يكون بالموجب. هلا نص 9.8 4.9 نقول هناك تصير إذن 4.9 t squared، بعدين هاي نيجاتيف 2.7 بتنقلها لهناك شو بتصير موجب 2.7، بعدين انقل 52 لهناك شو بتصير minus 52 و 42 يعني minus 10 شو بتساوي صفر. الآن هاي كيف بنحللها؟ لما تحل هاي المعادلة يفضل تحلها باستخدام ايش القانون العام، لأنها معادلة تربيعية، أو إذا بالحاسبة بالحاسبة في عندي مود 5-3 طبعا الحاسبة اللي بستخدمها أنا اللي هي كاسيو اف اكس ممتاز، بتعمل مود 5-3 وبتدخل هذا بده يكون ايش هذا الـ A وهذا الـ B وهذا الـ C ممتاز. فعندكم هنا الـ A B C، الـ A كم مقدارها 4.9، الـ B كم مقدارها مع الإشارة طبعا 2.736، والـ C كم مقدارها نيجاتيف 10 ممتاز. فلما أدخلها باجي بحكي الزمن شو يساوي، القانون العام شو. هلا إذا دخلتها بالقانون العام إذا ما عندكم الحاسبة T minus B زائد ناقص صح اللي هو root ال B squared minus 4AC كل هذا over 2A. يلا T إيش بتساوي؟ minus B يعني minus 2.736 زائد ناقص جذر ال B squared اللي هي إيش 2.736 تربيع ناقص 4 في A اللي هي 4.9 صح؟ هاي A في C اللي هو negative 10 كل هذا على إيش؟ على 2 في A 2A هي 2 في 4.9. الآن شو T اللي بتطلع معي؟ حيطلع دائما حيطلع قيمتين للT، ممكن إذا طلع واحدة سالبة واحدة موجبة أنا فقط باخد السالبة. طبعا لما تدخلوها أول مرة دخل بالحاسبة negative 2.736 زائد هذا الجذر على 2 في هاي، المرة الثانية بس شيل الزائد وحط ماينس، كم بطلع الإجابة؟ حتطلع الإجابة T equal 1.18 second تمام؟ هاي القيمة اللي بالموجب، القيمة بالسالب تطلع خليني أدخلها في مود 5-3 2.736 negative 10 أعطاني القيمتين بالضبط، هاي خليني أعطيكم إياهم بالضبط، أعطاني T1 شو بتساوي 1.176 تمام 4 second، و T2 ايش حيكون بالنيجاتيف، طبعا مستحيل الزمن يكون بالنيجاتيف فبلغي هاي القيمة ممتاز، هاي بلغيها لانه مستحيل يكون بالنيجاتيف وباخد ايش هذا، وهذا الزمن بالضبط T1 تساوي 1.1764 يعني لو قربتها بتطلع T1.18 ممتاز. هذا نهاية هذا الفيديو، إذا عجبكم يا جماعة اعملوا لايك سبسكرايب وانشروا بين أصدقائكم. يلا الله معكم.